بين الأول والرابع من أكتوبر الجاري تصوب أنظار البريطانيين تجاه الشمال وتحديداً مدينة مانشستر، حيث ينعقد المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم، والذي ينظم للمرة الأولى في ظل رئاسة ريشي سوناك للحكومة وزعامته للحزب. مؤتمر هذا العام يحمل أهمية خاصة، إذ ستكون لكل كلمة فيه حساب في ميزان الانتخابات العامة المقررة نهاية 2024 أو مطلع 2025 حسب ما يقرر سوناك ودائرته الضيقة. كما يأتي واستطلاعات الرأي ترجح تحولاً في بريطانيا نحو اليسار مع تقدم حزب العمال على جريمه السياسي التاريخي. رئيس الوزراء البريطاني الذي سيتحدث الأربعاء في آخر أيام المؤتمر يسعى إلى إظهار أن المحافظين بعد 13 عاماً من وجودهم في السلطة لا يزالون يتمتعون بالمصداقية، وربما ذلك ما ظهر في تصريح سوناك حينما طالب حزبه بالقيام بالأمور بشكل مختلف واتخاذ القرارات التي من شأنها أن تحدث فرقاً في حياة الناس. لكن المنتمين إلى الحزب الحاكم توافدوا إلى مانشستر حاملين تباينات حول قضايا داخلية تراكمت منذ وصول سوناك إلى السلطة قبل أقل من عام، فأنصار رئيس الحكومة الأسبق بوريس جونسون لن يترددوا في إثارة مخاوفهم بشأن مستقبل المحافظين، كما يواجه رئيس الوزراء البريطاني رد فعل عنيفاً داخل الحزب، إذ تدرس حكومته تقليص مزايا الرعاية الاجتماعية من أجل تخفيضات ضريبية جديدة. مؤتمر مانشستر عده مراقبون جرس الإنذار الأخير للمحافظين من الانقسامات التي تهدد وحدة الصف الداخلي قبيل الانتخابات العامة، والتي توقع رئيس الحزب بنفسه أن يكون المحافظين الطرف الأقل حظاً فيه.